تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، وهذه هي الجولة الصحفية الجديدة من السلطة الرابعة نقدمها لكم اليوم السبت 19 من أغسطس، والبداية دائما بعناوين الأخبار. Human Rights Watch تتهم طرفي النزاع باليمن باحتجاز ناشطين وصحفيين. العفو الدولية تطالب الحوثي وصالح بالإفراج عن ناشط سياسي. الأمم المتحدة تعرب عن القلق بشأن عرقلة سلطة صنعاء توزيع المساعدات في اليمن. 3 طلبات لولد الشيخ من الانقلابيين لنزع كوليرا اليمن السياسية. الملك سلمان يستعرض مع الرئيس هادي مستجدات الساحة اليمنية. صدام مرتقب بين حليفي الانقلاب في اليمن. القوات السعودية تنتشر في ميناء ومطار عدن وقصر الرئاسة. 44 ألف طن وصلوا من الديزل لمحطات الكهرباء. والبداية كالعادة عالمية، حيث تناولت المواقع والصحف العالمية العديد من الأخبار ذات العلاقة بالشأن اليمني. وسوف نبدأ من موقع Human Rights Watch، والذي كتب أن 66 حالة احتجاز وتقييد لأعمال المنظمات الغير حكومية في المناطق المسيطر عليها الحوثيون. لنجد مشاهدينا أن اتهمت منظمة Human Rights Watch الحقوقية الدولية طرفي النزاع في اليمن بالاحتجاز والاعتداء على الصحفيين والناشطين وتقييد عمل المنظمات غير الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف. وقالت المنظمة في بيان لها إن أطراف النزاع المسلح في اليمن قيدت بشدة قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل. وأوضحت المنظمة أيضا أنه في مناطق سيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح احتجزت السلطات صحفيين وناشطين ونهبت أو أغلقت مكاتب منظمات غير حكومية. ذكرت أنها وثقت 66 حالة قامت فيها قوات الحوثي وصالح باحتجاز الأشخاص تعسفا أو إخفائهم قسرا. وأشارت المنظمة إلى أن الحالات التي وثقتها تضمنت وفاة شخصين أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء بالتعذيب أو أنواع أخرى من سوء المعاملة. ومن جانبها قالت أيضا سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في Human Rights Watch إن أفراد من الأطراف المتحاربة باليمن يعرضون أنفسهم لخطر المحاكمة مستقبلا إذا لم يبلغوا عن مكان المحتجزين أو في حال إساءة معاملتهم بشكل آخر. وما زلنا مشاهدين في المواقع والصحف العالمية، فتناولت وكالة الأناضول تقريرا حول طلب العفو الدولية بالإفراج عن الناشط العميسي والذي تم القبض عليه منذ 5 أيام. فمنظمة العفو الدولية طلبت جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالإفراج عن الناشط السياسي هشام العميسي المحتجز منذ 5 أيام في العاصمة صنعاء. وأوضحت المنظمة أنه جرى احتجاز العميسي في جولة مصباحي جنوب العاصمة صنعاء على يد نحو 15 من جنود الأمن المسلحين التابعين لجهاز الأمن القومي المخابرات الخارجية. أشار أيضا بيان المنظمة إلى أنه وبعد 4 أيام من اعتقال العميسي لا يزال جهاز الأمن القومي يحتجزه بمعزل عن العالم الخارجي في مكان لم يكشف عنه. وشهدت العاصمة صنعاء موجة من الاعتقالات التعسفية والاحتجازات والاختفاء القسري بعد سيطرة الحوثيين عليها، وشملت تلك الانتهاكات المنتقدين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية. ومن المواقع والصحف العالمية إلى المواقع والصحف العربية، وسوف نبدأها بالقدس العربي الذي نشر تقريرا حول عرقلة وصول المواد الإغاثية للمناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء. أعربت جيمي ماكغولدريك منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن عن القلق البالغ بشأن مواصلة عرقلة وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين في الوقت المناسب. وأشار ماكغولدريك إلى تزايد حوادث تحويل المساعدة من المستفيدين المستهدفين في مناطق خاضعة لسيطرة سلطات صنعاء، وأكد أن ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق أمر أساسي لإنقاذ أرواح المعتمدين على المساعدة، خاصة فيما يواجه اليمن
اليمن أزمة كوليرا غير مسبوقة، وفي ظل تعرض أكثر من 7 ملايين شخص لخطر حدوث المجاعة. وحث ماك غولدريك جميع أطراف الصراع على احترام التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي لتيسير التوصيل الآمن وبدون إعاقات للمساعدة الإنسانية. وما زلنا مشاهدين في المواقع والصحف العربية من خلال صحيفة الشرق الأوسط والتي اهتمت بالطلبات الثلاثة لولد الشيخ من أجل تفادي إراقة الدماء. كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تلقيه رسالة من الحوثيين وصالح، يقول إنها تؤكد البناء على ما تم النقاش حوله خلال مشاورات الكويت. ورد ولد الشيخ على انقلابي اليمن بثلاثة طلبات أوردها خلال إحاطته مجلس الأمن بمستجدات أوضاع الأزمة. أول طلبات ولد الشيخ من الحوثيين وصالح دعوتهم إلى الاجتماع في بلد ثالث، وثانيها تحويل نقاشاته معهم إلى اتفاق يوحي خطوات ملموسة لتفادي المزيد من إراقة الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية، والثالث أن يلتزموا بحضور هذه الاجتماعات بأقرب وقت ممكن. وقال أيضا مشاهدينا المبعوث في إحاطته: من لم يقتله داء الكوليرا يعاني حتما من نتائج الكوليرا السياسية التي أصابت اليمن والتي ما زالت تعيق مساره نحو السلام. من جانب آخر، قال المخلافي في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن: يستطيع الانقلابيون أن يحصلوا على السلام مع كل فئات الشعب اليمني إن التزموا بكل استحقاقات السلام ومتطلباته، لكن لا يجب أن يحصلوا على مكافأة لجرائمهم. قال المخلافي أيضا في كلمة اليوم التي ألقاها من مجلس الأمن الدولي إن الحكومة اليمنية مستعدة لتقديم كل التنازلات مهما كانت صعوباتها من أجل السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني العظيم. مضيفا: لقد قبلنا كل المقترحات التي قدمها المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسنظل منفتحين على كل الأفكار والمقترحات، لكن في المقابل على هذا المجلس ومن خلفه المجتمع الدولي أن يضغط على الطرف الانقلابي من أجل القبول بهذه المقترحات وذهب بنوايا صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة المشاورات. وصحيفة عكاظ التي اهتمت بزيارة الرئيس هادي وآخر المستجدات مع الملك سلمان في المغرب. استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس اليمني عبد الرب منصور هادي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وذلك خلال استقباله له في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية أمس. وقد تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين. حضر استقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد والأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وأحمد العسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، كما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبد الله العليمي وسفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي. وصحيفة الخليج الإماراتية التي تحدثت عن الصدام المرتقب بين حليفي الانقلاب الحوثي وصالح. قالت الصحيفة: يترقب اليمنيون في صنعاء بقلق بالغ في ظل أجزاء مشحونة بالتوتر ما ستسفر عنه الحشود المتضادة بين حليفي الانقلاب على الشرعية في اليمن جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام. وأضافت الصحيفة أن صالح يحضر لحشد أنصاره في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء في ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام إلى إظهار حجم شعبية حزبه وأنصاره أمام جماعة الحوثي وميليشياتها. ومن جهة الحليف الآخر، فقد دعا ما يسمى برئيس اللجنة الثورية للحوثيين محمد علي الحوثي بيانا إلى أنصار جماعته للاحتشاد في مداخل العاصمة صنعاء، وهي المداخل التي سيقدم من خلاله أنصار صالح الدخول إلى العاصمة والتوجه نحو ميدان 70. وبحسب الصحيفة، فإن قوات من الحرس الجمهوري تمركزت في منطقة بلاد الروس إحدى مناطق الطوق الأمني للعاصمة، وتلقت توجيهات بالانتشار في كافة أنحاء جنوب صنعاء لتأمين احتفالية 24 أغسطس. وأفادت الصحيفة بأن صالح توعد الحوثيين برد عنيف في حال تم اعتراض ومنع وصول مشائخ ووجهاء قبلية موالية له من محافظات متأخمة كعمران ومناطق محيط العاصمة للمشاركة في احتفالية حزب المؤتمر المقرر انعقادها في ساحة العروض بميدان 70.
ومن المواقع العربية إلى المواقع المحلية والتي تناولت العديد من القضايا ذات العلاقة الوثيقة بالشأن اليمني، وسوف نبدأها بموقع يمن مونتشر والذي تحدث عن وصول قوات السعودية الخاصة لأول مرة إلى عدن منذ بدء التحالف في عام 2015. قال مسؤولون أمنيون يمنيون إن القوات السعودية وصلت إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية وسط احتكاك داخل التحالف الذي تقوده المملكة. وكذلك أيضا قال المسؤولون إن القوات انتشرت في قصر الرئاسة والميناء والمطار، وهي أول القوات السعودية الخاصة التي تصل عدن منذ أن بدأ تحالف يقوده السعوديون في عام 2015 محاربة الحوثيين لاستعادة حكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي المعترف بها دوليا. وموقع يمن شباب الذي نشر خبرا حول وصول 44 ألف طن من الديزل إلى محطة الكهرباء في عدن. قال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري إن الباخرة دخلت إلى ميناء الزيت التابع للشركة لبدء تفريغ حمولتها من الديزل إلى خزنة المصفاة. وأكد محمد البكري على أهمية تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة والحكومة في هذه الأوضاع من أجل الخروج بمعالجات لأي مشكلات تتسبب في زيادة معاناة الناس. وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وجه بسرعة استكمال إجراءات إدخال الباخرة التي تحمل على متنها 44 ألف طن من الديزل وتفريغها في خزانات مصافي عدن لتغذية محطات الكهرباء بالوقود اللازم للتشغيل. لا يمكنك أن تكون أمامياً أو مسلماً أو قومياً جيداً إلا إذا كنت قبل ذلك وبعده وطنياً جيداً. نختتم هذه الجولة الصحفية بهذا المقال الذي نشره موقع الموقع بوست. كتبها السلام: دعكم من هذه المصطلحات المنتزعة قسراً من سياق تطور تاريخي وثقافي لمجتمعات أخرى، وتعالوا لننظر لاحتياجات الإنسان على هذه الأرض المسمى اليمن. الإشكاليات الزائفة تخلق وعيا زائفا. لا أحتاج كمواطن يمني لتنظيرات ماركس ولينين ولا لبيان كومونا باريس والشعارات الأممية الثالثة. وأضاف الكاتب أن مواطن يمني وضمن معطيات عالم اليوم لاحتياجاتي واحتياجات أولادي من تعليم وصحة وضمان اجتماعي، لست مستعدا ولا أملك طرف الجري وراء شعاراتكم من قومية وإسلامية وأممية، لا أممية عولمية ولا خلافة ولا ولاية ولا أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. ويضيف الكاتب في مقاله الذي نقله موقع الموقع بوست: كمواطن يمني في القرن 21 لا شأن لي بصراعات داحس والغبراء، ولا شأن لي باجترار تفاصيل الصراع التاريخي بين علي ومعاوية، ولست معنيا بحل مشاكل البشرية وفق شعارات الأممية الثالثة، ولم أعد في حقبة حروب التحرر والاستقلال الوطني الناصرية، ولا يشبع جوعي ولا يشفي مرضي شعار أمة عربية واحدة، ولا تعنيني أوهام الولاية والخلافة وأن الوطن حيثما يرفع الأذان. أذاني الخاص والدائم حي على اليمن وطنا وإنسانا. إن كان لديكم ما يمكن أن تقدموا لي كمواطن يمني وهذه كينونتي التاريخية والجغرافية غير المختارة على أساس تنموي برامجي من تعليم وصحة ورفاه اقتصادية، وإلا فغوروا جميعا في 60 مليون داهية. لا يمكنك أن تكون أمميا أو مسلما أو قوميا جيدا إلا إذا كنت قبل ذلك وبعده وطنيا جيدا برا بوطنه. إلى هنا تنتهي مشاهدينا هذه الجولة الصحفية من السلطة الرابعة. تجولنا خلالها ما بين المواقع والصحف العالمية والعربية والمحلية. انتظرونا يوميا وحلقة جديدة. في أمان الله. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.